أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا. As temperatures drop and winter grips the country, the less fortunate in South Africa are preparing for the harsh realities that this season brings. Africa Muslims agencies on the ground distributing blankets, clothing and other essentials to thousands across the country. Sponsor a winter warmth pack for 280 rand to provide blankets, winter clothing and candles to families in need. Donate via Africa Muslims Agency and help us to spread warmth this winter. Africa Muslims Agency, commemorating 35 years of empowering, educating, inspiring. Alone, we can do so little, but together we can change the world for better. Anur Educational Center helps orphans to live a better life. We support them with hope to secure a brighter future. Sponsor an orphan for 18,000 Rand or 1,500 Rand per month. Anur Educational Center, a place where orphans call home. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجونا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفوت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشوناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ولما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم إن شاء الله we complete it to the end of the juz try and complete your surah kahf till the end of the surah may Allah subhanahu wa ta'ala make it as a means of protection from one jum'ah to the next إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه بارك وسلم My dearly beloved Jamaat al-Muslimin and all our viewers on our social apps I greet you with the universal greetings of love, peace and mercy Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
We are just waiting for honorable guest to arrive. He arrived already. They're on their way. They're about 2 minutes away. So because also of the brevity of time, I have decided to do the announcements now to save some time. So then when the guest arrive, I will ask Hafiz Mahmud immediately to introduce and welcome him, inshallah. First and foremost, we want to say a special welcome to a very dear sister, an international scholar, Sister Ustada Yasmin Mugahid, who is present here today upstairs in the ladies section. We say ahlan wa sahlan, welcome to her. Indeed, a scholar, international scholar of repute, and we are very, very honored to have you here today with us, Ustada, and your honorable delegation. May you have a fabulous time and a great time here in Cape Town, inshallah. And then, of course, we have been asked to make dua of shifa for Haji Mustafa Bray and for all sick people at home and in hospital. We ask Almighty Allah to grant shifa and kamila. Ameen ya Rabbil Alameen. And then, of course, at the moment, you know, a great amount of areas in the Western Cape are sitting without water at the moment, and some areas have just little bit of water coming out. So here, even at the masjid, we have a very low level or low pressure of water coming out. So we ask everyone to be patient, inshallah, and may the problem be solved soon, inshallah. And then, of course, after Salatul Jummah, immediately, we will have Salatul Ghaib for a brother from Egypt who passed away yesterday. His janaza took place. His name is Safwat al-Fiqhi from Egypt, Tanta in Egypt. And his uncle, I think, is here, Haji Jamal Ismail from Egypt as well, is here. So he met with the family immediately after Jummah. We'll have Salatul Ghaib, inshallah, for Safwat al-Fiqhi. Ameen. And then, of course, today is exactly a week when Cape Town witnessed the brutal killing of Khalid Parker, the son of Siraj Parker. And alhamdulillah, our statement here at Masjid al-Quds went viral and it spurred on action. Even J.P. Smith and government members in the meeting yesterday we had with them, they admitted to me that they saw my lecture I gave yesterday and it immediately spurred them into action. So yesterday at the chambers of the Muslim Judicial Council, we had a very big high-powered meeting with the Minister of Police, Becky Kele, and also J.P. Smith was there and Jordan Lewis, the mayor, was there, and the police commissioner and other high-powered delegation from the government were there. And we did not mince our words with them. We told them exactly our concerns and the concerns on behalf of the community at large. So we've given them 7 days from yesterday. By next Thursday, they need to come back to us and tell us what action plan they are going to put forward, inshallah. And we will keep the community informed, because the minister also said that we can keep them accountable as the relevant authorities, inshallah. So we make dua that Allah grant Brother Khalid Parker and all our deceased, Allah grant them Jannatul Firdaus, ameen. And also, inshallah, that things will move from here, as we said, and we say over and over, enough is enough. We need to put a stop to this rising tide of criminality and crime that is taking place and putting our whole community back. So inshallah, we will keep the community abreast. Masjid al-Quds is working fully in association with the Muslim Judicial Council as well as all the role players involved, inshallah. So I ask you to make dua for the success of our campaign. Not our campaign, the community's campaign, inshallah. Can I hear a sincere Ameen? Ameen ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah, honorable guest has arrived all the way from Turkey with Brother Collier as well. And I will ask my respected colleague,
Hafiz Sheikh Mahmud Khatib to just basically a short welcome and an intro of our honorable guest here today, inshallah. Hafiz Mahmud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أيها الحبة في الله and especially to our dearest Professor Mahmud Erol Kilic as well as our brother Zainul Kaji as well who is in the audience and the Jama'ah our brother Mikael Kolia and all the delegates that have come to join us on this beautiful conference that's taking place this weekend in the mother city. We say to you, أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. The professor has extended a special apology for his for coming to the masjid a bit later. He just arrived literally at the airport and he had to fly via Kazakhstan to come through here. So we are thankful to him for joining us. أهلا وسهلا مرحبا بكم. The professor had graduated from Istanbul University, and he's an academic of note. His PhD is world-renowned, and he is the special guest of honor in the beautiful conference that we are having this weekend to celebrate Islamic civilization, especially within the context of Africa. Faithful to the text, yet relevant to the context, inshallah. There are delegates that have come from all over the world and all over South Africa that will be coming through, inshallah, hosted by Awqaf, as well as many, many organizations at the Islamia Auditorium. He was also the president of the Museum of Turkish and Islamic Arts in Istanbul, and he was also appointed as the Secretary General of the Parliamentary Union of the OIC Member States. And following this, he was appointed as the ambassador of the Republic of Turkey to Indonesia, and he is currently the director general of IRCICA, which is the host and the major component of this conference. Without further ado, because we want to maximize listening to the professor, we say, فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. Dear brothers and sisters, thank you very much for giving me this opportunity to address you. I just arrived, actually, as my brother mentioned. I am coming from Kazakhstan, 5 hours from Kazakhstan to Istanbul, and from Istanbul to Cape, so I'm sorry I'm a little bit late. What I would like to share with you, all my brothers and sisters, we as a Muslim in the history, we showed that how we created the science, technology, philosophy, art, and all aesthetics aspects of the life. We had Avicenna, we had Farabi, we had Muhyiddin Ibn al-Arabi and Mevlana Jalaluddin Rumi and so on and so forth. Many, many, many scholars, even now in West, working on them, studying on them, enlightened, taken some enlightenment from their verses. Recently, the quantum physicists in the States, they claim that they benefited from a line of Rumi's poem to create this approach in the modern physics. The verse was saying that everything in this world interlinked each other. So God is one and created all of us. We, as a Muslim, enlightened the others as well in this world. In our history, if we look at it carefully, if we study our history, such as one of the, inshallah, today, our conference started on Sheikh Abu Bakr Effendi and some other South African Muslim scholars. Even he has written Africana, the local language. He was not originally Africana. He came from north, from Ottoman land, to be a preacher, to be a da'wah, to do da'wah here. But he
was a master in this language as well, beside Arabic, Ottoman, and Persian, and some other languages, but he was a master in the Africana as well. So he produced some scholarly books and translated into English and some Western languages as well. So what I experienced in Kazakhstan, there was an interfaith and interreligious conference. Many representatives of different faith and different religions were present among Muslims. Inshallah, if we show to the modern man or traditional and more spiritual aspect of our religion, believe me, my brothers and sisters, we will discover all hearts. Even in recently one article I read from, I think, Washington Post, they said that spiritual colonialism, all Muslims, they have very powerful spirituality, discovering and capturing our young generations. One of the Western author warning their society, saying that, you know, Islam is not a political ideology. Islam has a philosophy or spirituality, because modern man has some spiritual questions. They cannot find the right answers, but if they read or master's books, such as many, I don't want to count their names, it will take very long. Even Rumi's books, for example, were being sold in the United States after the Bible was his poetry. Rumi's poetry was, high-level sold books in the United States. So Islam has unity. We have to unite, first of all discriminations among us, my friend, all of them are accidental. It is not essential. We believe in one God, Allah, Wabadein, Nabiyuna, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our Prophet. Our book is Quran. This is enough. This mazhab, this one, this sect, this, those things, okay, you can keep it in your own way. I'm not saying that, you know, all of them are rubbish. No. You can keep your own mazhab or sect in fight. You can follow this mazhab, or this one, that one, or it's all right. But this is not your religion. This is way only. But your religion is one. So keep it sacred, your mazhab. What you have to show that you are a Muslim. Even the name of Muslim, it is not enough. Don't say that I am Muslim. That show that you are Muslim. You know, your ethic in trade, your ethic in society, your relationship with yourself and your kids, your family, and your neighbors, so that everyone can understand without saying that I am Muslim. Everyone said he is or she is a Muslim. Trustable person, like Muhammadul Amin, he was, or Prophet was a trustable person. Then he attract all the hearts of the people. If we carefully read the life of the Sahaba, pre-Islam, you know, most of them converted to Islam. Sahabas, most of them converted to Islam. So if we looked at their pre-Islamic life, it was completely different how they attracted by Islam. Not just reading books, the presence of the Prophet Muhammad, his presence, sallallahu alaihi wasallam, his spiritual presence, his personality, his character, carrying his divine message. So we can inherit from Prophet Muhammad the same
although we are not Sayyid, for example, what Prophet said that, you know, if anyone following his line, all of them became Sayyid. So, or being a Sayyid is a spiritual following him. Inshallah, if he accepts us, we are very happy to be his ummah. Inshallah, we will be raising in hereafter in Jannah altogether. Inshallah. And I don't want to take your time, just finishing my small speech by reciting a very important verse from Quran, which always we recite actually, but we never think on it, you know. Not just recite, just think on it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. All, not just one group, all of you hold with strongly the line of God, Hablillah. What is Hablillah? His right path, his way to God. Don't differentiate, don't separate, then you lose your energy, you lose your unity. You lose yourself, actually, at the end. So, if you are alive, I am alive with you. So, if I will kill you, I will kill myself as well. So, we are united. Again, Prophet Muhammad says, the Muslims, they are one body. If one any part of the body was hurt, the other was, oh, the sound comes from everywhere. Never says that this is my finger, I don't care. No, finger is belong to body. Every part is belong to one body. We are a member of one body, one jama'ah, one group, one. Inshallah, my friends, we have to show that we already actually showed, you are showing, maybe we can do it more to show that how peaceful personalities in which society we are living, we are giving them a peace actually to our neighbors, whether we Muslim or non-Muslim, it doesn't matter, all created by God. You know, in one of the Sufi tradition, they said that all humanity are ummah of Prophet Muhammad. Because أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهِ نُورِي, when he said that the first thing was created by God, my spirit, my light, my nur, Prophet Muhammad says. So everybody created from his essence. So everybody is carrying something in their DNA, something from Prophet Muhammad ﷺ. But Ummat Muhammad, they confess it. They said, okay, I am Muslim, I am Muhammadian. So, which means he accept the message of Prophet Muhammad. But the rest of them, they call it Ummat Dawud. Ummat Dawud means they are the Ummat of Muhammad ﷺ, but still they don't know. Still they are unconsciousness. They don't know how to become Muslim, follower of the Prophet Muhammad. Inshallah, one day, through your khidmah, altogether, they will see the Nuru Muhammad, inshallah. Thank you very much, my brothers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Takbir. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. MashaAllah, we thank our honorable guest, Professor Mahmud Erol Kilic from Turkey, MashaAllah, who gave us a very inspiring few words, reminding us of our global brotherhood and sisterhood, that we are one ummah and that we must stand together and be united. And if we can truly as an ummah implement that, we will become once again that powerful force to be reckoned with. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Jazakallah khair, shukran kathir, Honorable Professor Mahmud Erol Kilic.
for gracing us with your presence here today and for your beautiful nasiha. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala accept. Of course, your Honorable Professor is a guest of OCOF South Africa, and he is the keynote speaker at the 3rd International Conference on Islamic Civilization in South Africa, which will run from the 16th of September, I think that is today, till the 18th Sunday at the Islamia College Hall. And of course, this is dedicated to the legacies of the great and honorable Sheikh Abu Bakr Effendi, Allah yarhamu, and also our great Shaheed Imam Abdullah Harun, rahmatullah alayhi. So it promises to be a very informative and interesting conference, and we thank Brother Mikael Collier of OCOF South Africa for organizing this event and honoring us with the presence of Professor Mahmoud here today. Jazakallah khair, and we wish all the success for the conference over the weekend. And we've got quite a few conferences running here. As I said in the beginning, we also welcome Sister Ustada Yasmin Mugayed from the United States of America, who is present here today by the ladies section. She's also running a conference here in Cape Town, mashallah. Beautiful conferences, all for the benefit of our local ummah. May Almighty Allah accept, and may Allah bless these personalities who's gracing our shores, and may Allah keep them all and all of us in His divine protection. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Don't forget, immediately after the Jummah Salah, we'll have Salatul Ghaib, inshallah. Can I, before we have the Adhan, can I request, because there's a lot of people standing at the back and there's a lot of gaps in between, kindly stand up, step forward, make the salves one time, that when the Imam comes from the Mimbar, we will start the Salah immediately, inshallah. Please, Kanala. Kanala, can I have everyone's cooperation? Ladies upstairs also, step forward. Wherever you see a gap in front of you, that gap is rightfully yours. Shukran, Jazakallah khair, and baya terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Can I ask Hafiz Ali Pankakar to come to the front, please, to lead the Salah? Hafiz Ali Pankakar. يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين رب اختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حيال الفلاح حيال الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما طلب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض لا إله إلا هو وما يعلم الجهر والأسرار إلا هو سيدنا موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو سيدنا يونس في بطن الحوت حين ناجاه قال لا إله إلا هو سيدنا يوسف في كأر البئر حين ناجاه قال لا إله إلا هو سيدنا إبراهيم في نار العميق حين ناجاه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صدقت يا رسول الله الكريم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وعنم ودفدل وبارك بزلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف نبادك
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ونورنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى أيضا في شأن حبيبه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال الله تعالى أيضا في شأن حبيبه: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول كل الأنبياء في شأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقول سيدنا آدم صفي الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا نوح نجي الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا سليمان صاحب المملكة عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا يوسف صديق الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا عيسى روح الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا رب نفسي نفسي. ويقول سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم إنك عفو كريم رحيم حليم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالثلاث وينهاكم عن الثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. خير الصلاة خير الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوى استقيم رحمكم الله. استوى. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Can I request you to kindly stand for Salatul Ghaib, please? On the ruh of Safwat al-Fiqhi from Egypt, atlub bi kulli ihtiram lil'am al-Sheikh al-Ta'umulana, faddal. Al-Sheikh Jamal Ismail min Tanta, min Masr, ahlan bikum. صلاة الجنازة الغائب صلاة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله As temperatures drop and winter grips the country, the less fortunate in South Africa are preparing for the harsh realities that this season brings. Africa Muslims agencies on the ground distributing blankets, clothing and other essentials to thousands across the country. Sponsor a winter warmth pack for 280 rand to provide blankets, winter clothing and candles to families in need. Donate via Africa Muslims Agency and help us to spread warmth this winter. Africa Muslims Agency, commemorating 35 years of empowering, educating, inspiring.
Alone, we can do so little, but together we can change the world for better. Anur Educational Center helps orphans to live a better life. We support them with hope to secure a brighter future. Sponsor an orphan for 18,000 Rand or 1,500 Rand per month. Anur Educational Center, a place where orphans call home. والحمد لله رب العالمين جمعة مبارك كيف الخطيب